فيما يرتبط بالإشكال الثالث والإشكال الرابع الإشكال الخامس هو أنه نحن عندما نريد أن ننتهي إلى نتيجة، هذه النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها لا بد فيها من خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن تكون قطعية، الخصوصية الثانية أن تكون كلية. جنابك إذا جربت 10 على 10 نفرات حبة الأسبرين ووجدت أنه يرفع الصداع بالنسبة إليه، أو فلان دواء يرفع فلان مرض، مو 10,000، مو 1,000، 10,000، مو أكثر من هذا، أنت بأي حق يوجد عندك تقول توجد رابطة بين هذا الدواء وبين رفع هذا المرض؟ هذه الرابطة من أين اكتشفتها؟ أنت كل اللي تستطيع أن تقول أنا اكتشفت الرابطة في 10,000 شخص، أما هذه الرابطة موجودة مطلقا، هذا الإطلاق منين تجيبه أنت؟ هذا أولا. وثانيا الكلية من أين تجيبها؟ أولا القطعية وثانيا الكلية. القطعية معناه أنه كلما تحقق هذا يتحقق هذا. الكلية معناه الموجبة الكلية، في أي ظرف، في أي زمان، عند أي شخص، عند أي شرائط، هذا متحقق. التجربة تستطيع أن تعطي القطعية والكلية أو لا تستطيع؟ كل محتوى التجربة ماذا يقول؟ السيد العلامة يضرب مثال، يقول أنت افترض جنابك جربت على 50,000، 100,000، مليون إنسان، فتحت صدرة من الجانب الأيسر وجدت قلبه وين؟ في الجانب الأيسر. من أين لك الحق تقول إذا كان إنسانا فقلبه أين؟ في الجانب الأيسر. هذا التأكيد، هاي القطعية، وهذه الكلية في كل إنسان، من كان ومن هو كائن ومن سيكون إلى قيام الساعة، هذين الحكمين من جبتنا؟ التجربة، التجربة تستطيع أن تقول هذا اللي ساكتة هي؟ تقول التجربة إذا كان عندها لسان تستطيع تقول أنه هذول اللي جربتهم أنا وجدت ماذا؟ وجدت أن قلبهم على الجانب الأيسر. تستطيع أن توجد التجربة تدعي وجود علاقة العلية والمعلولية بين الأثر والمؤثر أو لا تستطيع؟ شوفوا أكو حالتين، هذا خلوها ذهنكم جيدا يمي. أنت جنابك عندما تضرب بقدمك كرة، تتحرك الكرة، تقول رجلي إلا ضرب قدمي إلا والكرة ماذا؟ معلول. ما معنى إلا ومعلول؟ قرأنا في الفلسفة معنى العلية والمعلولية مو تعاقب حادثة على حادثة أخرى، بل وجود رابطة الوجودية بين العلة وبين المعلول، بنحو إذا وجدت العلة فلا بد أن يوجد المعلول، وإذا تحقق المعلول سنستكشف وجود ماذا؟ العلة. هذه رابطة العلية والمعلولية محسوسة أو معقولة؟ رابطة العلية والمعلولة، العلية والمعلولية مو محسوسة، وإنما المحسوس ماذا فقط؟ تعاقب. يعني أنت عندما ضربت الكرة بقدمك، الكرة ماذا؟ تقدمت. فمن حقك أن تقول أن حركة الكرة جاءت عقيب ماذا؟ ضرب القدم لك. والتعاقب علية، والتعاقب مو علية بشهادة الشمس الليل والنهار متعاقبان لو مو متعاقبان؟ متعاقبان لو لا؟ متعاقبان. بينهما علية ومعلولية؟ لا توجد علية. ليس كل تعاقب هو ماذا؟ علية ومعلولية، بل العلية والمعلولية رابطة وجودية بين العلة وبين المعلول. التجربة تستطيع إثبات رابطة العلية والمعلولية أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذا لم تستطع، ليس من حقها أن تقول إذا وجد هذا الدواء فإنه علة لرفع هذا المرض.
لعله هذول 10,000 نفر اللي انجربتهم من باب الصدفة هذا الدواء. ذاك الإنسان كان نايم بالليل 10 ساعات نوم زين كان، فعندما انطيت الدواء ارتفاع الصداع كان بسبب ماذا؟ بسبب النوم الجيد، مو بسبب حبة الأسبرين، ولكن تزامن مع من باب الصدفة اتفق. لا تقول لي الصدفة باطلة، لأن التجربة ما تقدر تثبت الصدفة ماذا؟ ممتنعة. من يستطيع أن يثبت أن الصدفة ممتنعة؟ العقل يثبت، وإلا التجربة قادرة أن تثبت أن الصدفة ممتنعة. فلا تستعين لي بقاعدة عقلية. إذن أنت في قطعية نتائج العلوم أولا وفي كليتها، ثانيا في النتائج العلمية يمكن الاعتماد على التجربة أو لا يمكن. هسه بينك وبين الله، إذا سلبنا من نتائج العلوم الطبيعية القطعية والكلية، بعد يبقى عندنا علوم طبيعية أو لا تبقى عندنا علوم طبيعية؟ أنت على أي أساس جنابك، على أي أساس جنابك الآن تصعد إلى الطائرة وتعلم أن هذه الطائرة ترتفع على بعد 40,000-50,000 قدم من الأرض ومطمئن؟ من دليلك ما هو؟ لعل هذه الطائرات اللي صعدت من باب الصدفة أنه بقيت في السماء، الطائرة اللي أنت تصعدها ماذا؟ تصدق. تقول لا، القوانين الحاكمة في عالم الطبيعة تقول ضمن هذه الشرائط الطائرة تبقى مستقرة في السماء، مو فقط الآن بل في كل الشرائط إذا توفرت هذه القوانين فإن الطائرة تبقى ماذا؟ سالمة. هذه القطعية، هذا الاطمئنان، هذا القطع والعلم واليقين، وهذه الكلية يعني الموجبة الكلية، هذه من أين أتيت بها؟ الطبيعة، علماء الطبيعة يجرب لك على 10, 20, 50, 100, 1,000, 10,000 قطعة من الحديد، يجرب عليها الحرارة فيجد أنها تمتد عند الحرارة، يعطيك ماذا؟ هم يعطيك قطع. يقول كلما وجدت الحرارة ماذا؟ امتد الحديد. هاي القطعية مالتها كلية. وكلما كان حديدا في أي شرط أو زمان أو مكان وتوجهت إليه حرارة فهو ماذا؟ متبدد. هاي القطعية يعني الرابطة بين المقدمات والنتائج، بين الأثر والمؤثر. والكلية يعني الموجبة الكلية، هذه من أين ثبتت؟ شوفون الآن بأنه هاي الأقمار الصناعية التي تبعث إلى الفضاء إلى الكواكب الأخرى، هاي كلها قائمة على هذا أساس هذين القانونين، يا قانون قانون القطعية وقانون ماذا؟ وقانون الكلي. ومن هنا يذكر أسير طباطبائي رحمه الله وجملة من المحققين بأنه إذا عزلنا المنهج التجريبي عن الأدلة العقلية ومعطيات العقل فلا يبقى عندنا لا قطعية لنتائج العلوم الطبيعية ولا ماذا؟ ولا كلية لنتائج العلوم الطبيعية، وبعبارة أخرى انهيار نتائج كل العلوم الطبيعية إذا انهار المنهج العقلي. ما أدري واضح الاستدلال أم لا؟ فلهذا السيد الطبطبائي قال ماذا؟ بل البرهان العلمي لا يشمل المحسوس بما هو محسوس. مو فقط أنه الحس في قبال العقل، بل العقل لا يوجد شيء في قباله. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإخوة اللي عندهم كتاب فلسفتنا، هاي الطبعة العاشرة ظاهرا عندي أنا، الطبعة العاشرة صفحة 305 من الأبحاث الأساسية، يقول العلية والنظريات العلمية، قانون العلية والنظريات العلمية عن نتائج العلوم الطبيعية، هل أن نتائج العلوم الطبيعية تحتاج إلى العلية وقوانينها أو لا؟ طبعا في العلية عندنا قانون أساسي وهو أن كل معلول يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. وأكو قانونين آخرين مترتبين عليها، أو أولا قانون الحتمية،
الضرورة أن كل سببا يولد النتيجة الطبيعية له بصورة ضرورية، ولا يمكن للنتائج أن تنفصل عن أسبابها. هذه نسميها قانون الضرورة في قانون العلية. القانون الأول مبدأ العلية أن لكل حادثة سببا، القانون العلية. أما الفروع المترتبة على قانون العلية ضرورة، كلما وجدت هذه المقدمات فالنتائج ماذا مترتبة عليها؟ هاي الضرورة بين المقدم والنتيجة، هذه تجربة تستطيع اكتشافها ولا تستطيع؟ تستطيع أن تدعيها ولا تستطيع؟ لا تستطيع، لأن التجربة تنظر إلى ظواهر الأشياء، أما تلك الأمور التي تكمن في بواطن الأشياء فالتجربة لا تمسها لا من قريب أو من بعيد. وجيم قانون التناسب اللي نسميه قانون السنخية، كل معلول يمكن أن يكون معلولا لكل علة، لو كل علة لها معلولها الخاص بها، وإلا لو بطل قانون التناسب هذا معناه أنه النار تارة تكون محرقة وأخرى تكون ماذا مبردة، والماء تارة يكون رافعا للعطش وأخرى ماذا مزيدا للعطش، التناسب ما موجود. فهذا يقول قانون التناسب بين الأسباب والنتائج، القائل أن كل مجموعة متفقة في حقيقتها من مجاميع الطبيعة يلزم أن تتفق أيضا في الأسباب والنتائج، وهذا هو المعروف في ألسنة الفلاسفة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وتناسبه. ولولا هذه القوانين الثلاثة وهذه القواعد الثلاثة لا تبقى عندنا قطعية للعلوم التجريبية، ولا تبقى عندنا ماذا كلية في نتائج العلوم الطبيعية.